حوالي 30 نادلاً تنافسوا في مسابقة ضمن الدورة الرابعة للبطولة الوطنية لسباق النوادل بطنجة، مسابقة من شأنها تسليط الضوء على هذه الخدمة التي تعتبر الواجهة الأولى لمؤسسات الخدمات السياحية كالمطاعم والمقاهي والفنادق. سباق النوادل كما قلت يرتقي مع توالي الدورات ليصبح من بين أهم التظاهرات الرياضية والترفيهية بالمغرب وطنجة، هذا من شأنه أن يعزز من جاذبية المنطقة ويساهم في الترويج السياحي لها على المستوى العالمي. المتسابقون خاضوا سباقا امتد على طول مارينا طنجة بكثير من التنافسية وفي احترام تام لقواعد المسابقة.